السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. النهاردة احنا لسه مكملين مع Power BI وهندرس داتا متعلقة بالكوفيد 19 Pandemic، ونحاول نعمل Analytical Snapshot لل Current Situation دلوقتي ونطلع منه بشوية Insights مفيدة، زي مثلا ايه أكتر الدول اللي تضررت من ال Pandemic دي، ايه أكتر الدول اللي فيها معدل وفيات عالي أو معدل Recovery عالي وهكذا. فخلينا نروح على جوجل، في ويب سايت اسمه وورلد ميتر، عليه لايف ابديت على الكورونا فيروس كيسز، وموجود لكل كونتري عدد الكيسز اللي موجوده والوفيات والريكفرد قد ايه والايه الاكتيف كيسز اللي موجوده دلوقتي والكريتيكال كيسز وعدد التيستس والبوبيوليشن بتاعت كل كونتري. طيب احنا عندنا هنا الداتا دي موجوده في تيبل جوه الويب سايت، يعني مش في شيت اكسل زي الداتا سيت اللي عملناها داونلود المره اللي فاتت. لكن الميزه في باور بي اي كمان ان هو بيسمح لنا ان احنا ممكن نسحب داتا من ويب بيج عادي جدا. فلو خدنا العنوان بتاع الويب سايت هنا كوبي، رايت كليك كوبي، رحنا على باور بي اي، دوسنا على جيت داتا فروم انذر سورس، وقلنا هنا ان احنا عايزين نجيب داتا من الويب، نختار الويب وندوس كونكت. هيسألنا ايه هو العنوان بتاع الويب بيج اللي انت عايز تجيب منها الداتا، هنعمل هنا بيست للعنوان بتاع الويب سايت وندوس اوكي. دلوقتي هو بيعمل كونكشن مع الويب سايت وبيحاول يجيب الداتا اللي موجودة في الويب بيج اللي احنا اديناها له. طبعا ممكن الموضوع ياخد دقيقة أو دقيقتين عقبال ما يعمل الكونكشن مع الويب سايت. and done. لو جينا دوسنا على table 1 هنلاقي table 1 موجود فيه كل الداتا اللي احنا عايزينها، ال country total cases، نفس التيبل اللي كان موجود في الويب بيج. ممكن تعدي على تيبل 2 and 3 تبص عليهم برضو. فتيبل 1 هو ده التيبل اللي احنا عايزينه، فخلينا نعلم عليه وندوس ترانسفورم داتا. احنا في التيبل ده هنحتاج نعمل ترانسفورميشن كتير. اول حاجة عندنا السيريال نمبر كولوم، ده احنا مش عايزينه، كليك يمين ريموف، كونتري اند اذر سميها كونتري، وهنلاحظ هنا ان هو كان كاتب كونتري اند اذرز عشان في توتالز كمان. لو لقينا هنا في رو اسمه وورلد، ده في كل الكيسز اللي موجودة في العالم، ايجيا ايروب نورث امريكا، فده موجود في البلاد والقارات كمان. At the same time في كولوم تاني موجود فيه القارة، فاحنا عايزين الروز هنا تكون بتعبر عن الكونتريز بس، ما يكونش فيها اي قارات. فخلينا نفتح الكونتري هنا ونختار مثلا worlds املا remove asia Asia remove Europe remove Africa remove بعد كده America North America و South America. نشيل الاتنين نشوف أوشيانيا موجودة، أوشيانيا موجودة برضو، وندوس أوكي. okay. كده احنا شلنا كل الكونتيننتس، مش فاضل غير الكونتريز بس. لو بصينا على التوتال كيسز فهنلاقي مفيش فيها اوتلاينرز، لسه في 186 A186 57، ايه كل دول؟ اه في روز برضو اسمها توتالز، فخلينا نشيل التوتالز كمان، وبعد كده ريموف الفلتر من التوتال كيسز.
دلوقتي اعتقد بقى فيها الكونتريز بس، واعلى رقم فيها اليو اس ال 34 مليون. بعدين عندنا كولوم نيو كيسز توتال ديث نيو ديث، مش عايزين احنا النيو كيسز ريموف ات ولا النيو ديث ريموف ذا تو. توتال ريكفرد نيو ريكفرد برضو مش عايزينها ريموف. اكتف كيسز سيريوس اور كريتيكال نسميها كريتيكال، كريتيكال كيسز. توتال كيسز لكل 1 مليون بوبوليشن، ديث لكل 1 مليون بوبوليشن، توتال تيستس وتيست لكل 1 مليون، وبعد كده البوبوليشن الكونتيننت، وبعد كده في كذا كولوم كلهم فاضيين مش محتاجينهم نشيلهم برضو. اعمل لهم كلهم ريموف. نبص بصة سريعة برضو على الديتا لو في حاجات تانية محتاجين نعملها. هل توتال ديث الان هنا نلاقي في التوتال ريكفرد في ان ان ايه في بيرو مش موجود التوتال نمبر اوف ريكفرد ولا الاكتف كيسز، ودي ممكن تعمل لنا ايرور واحنا بنعمل اناليسز. فعلشان نغيرها ممكن ببساطة نعمل كليك يمين هنا على الكولوم كله replace value ونشوف مثلا value in an A replace it with 0 for example. لأنها اتغيرت بقت 0 نعمل نفس الكلام بالنسبة للactive cases replace values in an A خليها 0 وندوس OK. ولو عايز تغير سيل واحدة بس مش الكولوم كله ممكن تعمل برضو رايت كليك على السيل وتدوس ريبليس فاليوز وتكتب الفاليو اللي انت عايزها. بص برضو على الكونتيننت عندنا بلانك خلينا برضو نشيل البلانكس. اوكي خلينا نغير اسم الكونتنت دي شيانيا خليها replace it with شيانيا sorry. اوكي تمام. population عندنا اي nulls او errors في ال data؟ ممكن تغير اي data في اي column انت عايزه. يعني for example لو عندنا في ال countries هنا عندك مثلا واحدة USA فانت عايز تغير USA تعمل كليك يمين replace value عايز اسميها United States of America for example وتدوس اوكي اتغيرت معاك. وكتعمل نفس الكلام لأي دولة تانية. نبص على ال types نشوف لو ال types هي اللي احنا عايزينها. record هنا text خلينا نخليها whole number برضو تمام. active cases برضو text number كده. تقريبا الداتا بتاعتنا جاهزة فنرجع على home وندوس close and apply. دلوقتي بيعمل لود للداتا جوه الموديل. give it a few seconds creating connection loading data
اوكي دن. دلوقتي خلينا نشوف ايه هي الاسئله اللي احنا عايزين نطرحها على الداتا، او ايه اللي احنا عايزين نعرفه من الداتا سيت. خلينا نقول مثلا اول حاجه عايزين نعملها to create a heat map of active cases، عايزين نعمل heat map بتورينا كل ال active cases اللي موجوده في دول العالم. تاني حاجه عايزين نعملها to مثلا find countries slash continent with highest infection rate، يعني ايه اكتر الدول اللي الانفكشن ريت فيها عالي. تالت حاجة عايزين مثلا to find countries او continents with the highest death rate، ايه اكتر الدول اللي فيها معدل الوفيات عالي. رابع حاجة زي ما عايزين نشوف معدل الوفيات، عايزين نشوف معدل الريكفري برضه. continents with the highest recovery rate. واخر حاجة عايزين نشوف ايه اكتر الدول اللي فيها critical cases عالية. find countries slash continents with the highest critical cases. وخلينا نعمل السناب شوت اللي قلنا عليها اللي تجاوب لنا على الأسئلة دي. خلينا نفتح شيت جديد ونسميه analytical snapshot، insert text box، نكتب فيه التايتل بتاعنا COVID-19 analytical snapshot. كبر الفونت، خليه في الميدل بولد. غير الفونت. اول حاجه عايزين نعملها هي الهيت ماب، خلينا نختار الماب من هنا ونحط الكونتري في اللوكيشن. واحنا قلنا ان احنا عايزين نعمل ماب اوف ذا اكتيف كيسز، فخلينا نحط الاكتيف كيسز. وهنا لو بصينا هنلاقي ان الاكتف كيسز محطوطة بدوائر، كل ما الدايرة كانت اكبر كل ما ده كان معناه ان في عدد كيسز اكتر. هنا فهنا مثلا في اليو اس في 4,851,000 كيسز، لو رحنا هنا مثلا في رشا في 426,000، لو رحنا دايرة صغيرة شوية زي كندا مثلا فيها بس 5,000. ودي الستاندرد ماب اللي موجودة في باور بي اي، بس انت مش مضطر تستخدمها، ممكن تحمل اي ماب انت عايزها وتستخدمها. فخلينا اوريكم برضو ازاي ممكن تعمل كده. اول حاجة انت محتاج تفتح الشيب ماب دي، ولو انت لسه عامل داونلود جديد لباور بي اي ممكن ما تلاقيهاش. فعشان تفتح الشيب ماب روح على فايل، اوبشنز اند سيتنجز، اوبشنز، وروح على preview features، هتلاقي shape map visual دي مش متعلم عليها، فعلم عليها ودوس اوكي. okay. هتظهر عندك ال shape map، هتدوس عليها، هي الديفولت بتاعها الماب بتاعت USA. بس لو رحت هنا على الفورمات ودوست على ال shape ممكن تختار كذا ماب already موجودة او تعمل داونلود للماب انت عايزها. فلو دوست هنا على add map، انا هنا مثلا عندي ماب للورلد كونتريز،
هتدوس عليها هتجيب لك الماب اللي انت مختارها. خليني اوريكم برضو ازاي تعملوا داونلود للمابس. يعني انا مثلا لو عايز اجيب world countries map وبعد كده الامتداد بتاعها جي اس او ان وبعد كده دوست اوكي، هيطلع عندك ويب سايتس كتير ممكن تفتح اي واحد فيهم، مثلا على جيت هاب فهتلاقي الماب دي. لو انت عايز تعمل داونلود للماب دي تعمل كليك يمين على رو سيف لينك از وهيحمل لك الماب دي. فالموضوع سهل وبسيط وهتلاقي اوبشنز كتيرة موجودة على النت حسب ايه الماب اللي انت عايزها. هنا في البروجيكشن خلينا نختار ايكو ريكتانجولر علشان تكبر شوية، وخلينا نغير الثيم تاني، خلينا نختار خلينا نختار الديفولت فور ناو. طبعا هنا هو عامل في الديفولت بتاعه شيدز اوف بلو عشان يوري لك عدد الكيسز، يعني مثلا كل ما كان دارك اكتر كل ده معناه ان فيه اكتف كيسز اكتر. واحنا ممكن نغير الكلام ده ونروح على فورمات داتا كولرز وخلينا نعلم على دايفرجن ونختار اي كولرز احنا عايزينها. خلينا مثلا نروح موف فاتح واغمق شوية وموف غامق للكيسز الكتيرة. وممكن تحدد ايه هي الفاليو اللي تعتبر مينيموم وايه الفاليو اللي تعتبر سنتر والماكسيموم وهكذا. طلعها لفوق شوية لو لاحظنا هنا برضه هنلاقي ان في بعض الدول مش موجود ليها فاليو، وده غالبا عشان الفرق بين المابينج اللي موجود في الماب بتاعتك وبين الداتا. يعني هنا مثلا الكونتري مكتوب ديموكراتيك ريبابليك اوف ذا كونجو، ممكن تكون في الداتا عندك مش نفس الاسم بالظبط وعشان كده هو معرفش يعمل الماتشنج. فاحنا مثلا لو رحنا على الداتا وعملنا سيرش على كونجو هنلاقي ان اسمها كونجو بس. فلو انت عايز تحل الموضوع ده ممكن برضو تعمل كليك يمين edit query، ولما تروح على الكويري اعمل هنا كليك يمين replace values وغير الكونجو خليها democratic republic of congo ودوس اوكي. خلينا نكلوز ونشوف لو الداتا اتظبطت. نرجع على الريبورت تاني it's democratic republic of the congo. اوكي Democratic Republic of Congo خليها of the Congo. اوكي close and apply. ونرجع على الريبورت دلوقتي هنلاقي الكيسز بتاعتها ظهرت. وممكن تعمل كده لو لقيت اي وفي ستيل تاني مثلا تنزانيا United Republic of Tanzania Central African Republic، ممكن برضو تعمل نفس الكلام
معاهم لو عايز تصلحه. فكده احنا عملنا الهيت ماب بتاعتنا. خلينا نروح نشوف ايه بقى الأسئلة اللي احنا كنا عايزين نسألها. أول حاجة عايزين نجيب الكونتريز اللي فيها highest infection rate. خلينا نروح على الداتا نشوف هل احنا عندنا الانفكشن ريت هنا. فاحنا ما عندناش كولوم بيقول لنا ايه هو الانفكشن ريت، بس عندنا البوبوليشن وعندنا التوتال كيسز. فممكن نقسيم احنا لو قسمنا كل الكيسز على التوتال بوبوليشن ده هيجيب لنا الانفكشن ريت اللي موجود في كل كونتري. فخلينا نعمل نيو كولوم ونقول ان الكولوم ده ايكوال total cases divided by population. طبعا دي مش هتدينا the most accurate result، لان total cases ممكن يكون حد مثلا جاله covid مرتين او ثلاثة، بس دي هتبقى حالات نادرة وما اعتقدش هتأثر. وندوس enter وخلينا نعملها percentage وسمي الكولوم ده infection rate. نرجع للريبورت تاني، خلينا نحط بار تشارت ونحط فيه الكونتري والانفكشن ريت الكولوم اللي احنا لسه عاملينه. هتلاقيه جاب لنا الكونتريز باي انفكشن ريت. فطبعا الدول اللي البوبوليشن فيها صغيرة او عدد الكيسز قليل ممكن يكون الانفكشن ريت فيها اعلى من بقية الدول. لو رجعنا على الديتا وعملنا سيرش على اندورا هنلاقي ان البوبوليشن بتاعتها كلها 77,000، فعشان كده الانفكشن ريت بتاعها عالي. فانت لو انت عايز تريموف الاوتلايرز دي او عايز تفوكس على حاجه معينه ممكن تعمل فلترز جوه الفيجوال بتاعتك. فانت مثلا ممكن تقول انك عايز الانفكشن ريت لكل الكونتريز اللي البوبوليشن فيها مثلا اكتر من مليون نسمه. تاخد الـ population تحطها في الـ data field هنا. بعد كده بيقول لك إن أنت عايز الـ population تكون less than، خليها greater than 1 million ودوس apply filter. كده هيجيب لك الـ infection rate في الدول اللي الـ population فيها أكتر من مليون. خلينا نغير الفورمات بتاع الـ bar chart. y axis خلينا نشيل التايتل، اعمل له اوف عشان نشيل الكونتري هنا ومعروف ان دول كونتريز. وال x axis خلينا نشيل التايتل برضو ونشيل ال x axis نفسها وخلينا نحط data label عشان نشوف النسب. ممكن نغير الكلر عشان يمشي اكتر مع الموف. هخليها نختار مثلا موف فاتح، نروح على التايتل اعمله باك جراوند، خلي الفونت وايت، صغره شويه، سميه infection rate، خليه في النص، حط ال data label، خلي ال position بتاعها inside end. وهنا فيها كل الدول لو انت عايز تلمت ل top 10 top 15 top whatever. ممكن ترجع تاني على الفلترز وفي الكونتريز هنا تدوس عليها وتدوس على توب ان وتختار عايز توب ايه، توب 10 مثلا، وبعد كده تحدد عايز توب 10 بايه
فممكن لو اخترت توب 10 بالانفكشن ريت ودوست ابلاي فلتر هيجيب لك التوب 10 كونتريز بس. بس الغي الفلتر عشان احنا عايزين يبقى عندنا القائمة دي بحيث ان احنا نقدر نشوف اي كونتري احنا عايزين نشوفها. كده احنا جبنا الانفكشن ريت. ناخد البار شارت دي كوبي بيست ونشوف ايه السؤال التاني اللي احنا كنا عايزين نجاوبه. عايزين نشوف الكونتريز اللي فيها highest death rate يعني معدل الوفيات فيها عالي. نرجع على الداتا برضو. هنا عندنا كولوم الديث لكل 1 مليون population يعني عدد الوفيات لكل مليون. بس برضو ممكن احنا زي ما عملنا في الانفكشن ريت نعمل الكولوم الجديد بتاعنا لو عايزين نشوفها كبرسنتج، لان احنا عندنا التوتال ديث عندنا عدد الوفيات اللي موجودة وعندنا التوتال كيسز. فلو قسمنا عدد الوفيات على عدد الكيسز هيدلنا معدل الوفيات. فخلينا نعمل نيو كولوم، والنيو كولوم ده نخليه total death على total cases، ندوس enter برضو خليه percentage. وسميه death rate. نرجع تاني على الداتا بتاعتنا ونشيل هنا الانفكشن ريت من الفاليو ونحط بدلها الديث ريت. وعايزين نغير برضو التايتل، نروح على التايتل ونخلي دي ديث ريت. وكده بسهولة نبقى جاوبنا على تاني سؤال. ناخد كوبي برضو تاني منها ودلوقتي عايزين نشوف الريكفري ريت. نرجع على الداتا نعمل برضو نيو كولوم، واحنا عندنا هنا التوتال ريكفرد هنختار توتال ريكفرد ديفايدد باي توتال كيسز. ده هيدينا نسبة الريكفري اللي موجودة في كل دولة. نعملها برضو برسنتج وسميها recovery rate. نرجع تاني على report، نختار البار chart، نشيل ال death rate، نحط ال recovery rate. وهنا هنشوف ان في دول كتيرة نسبة ال recovery rate فيها عالية جدا فوق ال 95%. نروح على الفورمات ونغير التايتل recovery rate. ناخد كوبي تاني بيست، دي اخر الشارت عندنا واللي عايزين نشوف فيها نسبة الكريتيكال كيسز قد ايه. نرجع برضو على الداتا ونعمل نيو كولوم، وهنا هنقول احنا عايزين الكريتيكال كيسز على الاكتف كيسز. يعني عايزين نشوف من ضمن الاكتف كيسز اللي موجودة دلوقتي قد ايه منها كريتيكال، وندوس انتر ونسميها كريتيكال كيسز، وندوس انتر نسميها كريتيكال، ندوس انتر. ليه مفيش داتا ظاهرة؟ الداتا هنا مش ظاهرة عشان ما فيش critical cases اصلا، بس لو نزلنا لتحت هنلاقي النسب موجودة لبقية الدول. نرجع تاني على report ونروح على recovery، نشيل recovery نحط critical وروح على الفورمات. نغير التايتل خليه critical rate critical cases rate enter. بعدين نروح على الداتا ليبل وخليها overflow text عشان تظهر
شوية الداتا هنا، وخلينا نصغر الفونت شوية، أو ممكن كمان نقلل ديسمال ون، خليها ون بس، ون ديسمال كده أفضل. آخر دي هنا، خلينا نغير الكالر بتاع التايتل، ده برضو خلينا نعدل التايتل، نحطه في النص، خليه وايت، واعمل باك جراوند دارك. اوكي، ودي السناب شوت بتاعتنا. ممكن بسرعة كده نحاول نطلع شوية معلومات. يعني لو بصينا مثلا على اعلى الدول اللي فيها انفكشن ريت، هنلاقي ان التشيك 15% من البوبيوليشن جالهم كوفيد، البحرين نفس الكلام، سلوفينيا 12%، اورجواي 10%، السويد 10%، يونايتد ستيتس اوف امريكا، يعني مع البوبيوليشن الكبير اللي موجود في امريكا، ستيل 10% من البوبيوليشن جالهم كوفيد، وهكذا. ممكن تنزل تحت لو عايزين مثلا نشوف مصر، بدل ما نقعد ندور عليها من هنا، خلينا نختار من الخريطة هنا ايجيبت. لو دوسنا عليها ده هيفلتر كل الداتا، فنقدر هنا نشوف ايجيبت تحت خالص. هنا الانفكشن ريت بتاعها 0.27، يعني اقل من 0.5% من الشعب جاله كوفيد. دي طبعا الريبورتد كيسز اللي موجودة، لو في كيسز مش ريبورتد فهي مش هتظهر عندنا هنا في الاناليسيس. الغي الفلتر من ايجيبت. لو بصينا على تاني بار تشارت عندنا اللي هو الديث ريت، فهنلاقي ان معدل الوفيات مرتفع جدا في اليمن، 20% من الناس اللي جالهم كوفيد توفوا، بعديها بيرو، بعديها مكسيكو، السودان، سوريا، ايجيبت، مصر ترتيب السادس في معدل الوفيات، صوماليا، تشاينا، تايوان، بوسنا والإكوادور. هنلاحظ برضو إن في دول كتيرة عربية موجودة في التوب 10 ليست، يعني اليمن والسودان 2، سوريا 3، مصر 4، الصومال 5، خمس دول من التوب 10 هي دول عربية، وده طبعا unfortunate. الريكفري ريت في دول كتيرة الريكفري ريت فيها عالي جدا، أعلى من 95%. لو عايزين نبص للموضوع من الناحية العكسية، فهنلاقي ان هندوراس فور اكزامبل الريكفري ريت فيها 34% بس، تنزانيا 35، الصومال 48، اليمن 59، وهكذا. هنا بيرو ما فيش داتا، علشان لو تفتكروا كان في مشكلة في الريكفرد كيسز ما كانتش موجودة، فعشان كده ما فيش داتا ليها هنا. الكريتيكال كيسز نسبتها مش مرتفعة قوي، في تنزانيا هي تعتبر أعلى دولة ب 1.4% من الأكتيف كيسز يعتبروا كريتيكال. دلوقتي لو تفتكروا في الأسئلة، إحنا كنا عايزين نشوف الموضوع من منظور الدول ومن منظور القارات أز ويل. فإحنا ممكن نعمل الموضوع ده بكذا طريقة. ممكن في كل شارت من دول نضيف الكونتيننت ونخليها تو ليفل تشارتس. يعني مثلا لو أنا جيت على الإنفكشن ريت هنا وحطيت الكونتيننت في الاكسس مع الكونتري، فده هيجيب لي الداتا بتاع الكونتيننت، واقدر من خلال الاسهم دي ان انا اروح للسكند ليفل احول بين الكونتريز والكونتيننت. لكن بما ان دي سناب شوت فاحنا مش عايزين نعمل كده، فخلينا نشيل الكونتيننت. وممكن طريقة تانية ان احنا نعمل شيت جديد خالص، نعمل كليك يمين دوبليكيت بيج، ونخلي البيج دي بدل ما هي countries نشيل الكونتريز من كل تشارت ونحط بدلها الكونتيننت. نفس الكلام التشارت التانية، نحط الكونتيننت والريكفري المشكلة اللي ممكن تقابلنا في الماب
ان الماب دي مخصصة للكونتريز، بس ممكن بسهولة نعمل داونلود لماب مخصصة للكونتيننت. انا عندي واحدة اوريدي ريدي، فلو رحنا هنا عند الشيب وشلنا الماب دي وعملنا اد ماب، ففي ماب تانية الورلد كونتيننت. طبعا التو مابس دول بالاضافة للويب سايت اللي جبنا من عليه الداتا، كل الحاجات دي هسيبها لكم في المصادر تحت عشان لو حد عايز يريبليكيت الكلام اللي احنا عملناه. ودي دلوقتي ماب للكونتيننت، فلو جينا هنا رحنا من اللوكيشن شلنا الكونتري وحطينا الكونتيننت، هنلاقي ان الداتا بتاعتها اتظبطت ونقدر نقف على اي كونتيننت ونشوف عدد الكيسز اللي فيها. حاجة تانية هنحتاج نعدلها هي الفاليوز، لان هنا في الكونتيننت هو بيأجريجيت الفاليوز بيصامت اب، واحنا عايزين نخليها الافريج. فهنيجي عند الفاليوز هنا وندوس على السهم ده، بدل ما هي سام نخليها افريج، هيدينا الافريج بتاع كل كونتيننت. نفس الكلام بالنسبة للديث ريتس، خليه افريج. ريكفري ريتس افريج، كريتيكال كيسز افريج. وبرضه لو بصينا للموضوع من ناحية القارات، هنلاقي ان الانفكشن ريت ايروب هي اعلى قارة، 7% من البوبيوليشن جالهم كوفيد، واقل قارة هي اوشيانيا اللي هي استراليا ونيوزيلندا وشوية الدول اللي حواليهم. الديث ريت ساوث امريكا هي اعلى حاجة 3.3%، برضه اوشيانيا يعتبر اقل واحدة. الريكفري ريت في اوشيانيا اعلى حاجة 96%، والكريتيكال كيسز في افريكا اعلى حاجة 0.2%. وبرضه لو احنا عايزين نغير التشارت هنا، لان عدد القارات قليل فمش لازم نعمل بار تشارت، ممكن نعمل مثلا تري ماب او نعمل دونت تشارت. خلينا نروح على الفورمات، نخلي الداتا ليبل دي فاليو بس، عايزين الفاليو، ونخليها انسايد. طبعا احنا مش عايزين نخلي الليجند ظاهرة في كل تشارت، فممكن نعمل ليجند واحدة موحدة للتشارت كلها عشان توفر لنا مساحة. خلينا نطلع الماب دي لفوق شوية، وخلينا ناخد كوبي من اي تشارت من اللي عندنا، نشيل منها الفاليوز ونروح على الفورمات ونشيل الديتيلز والتايتل والباك جراوند، وخلينا نخلي الليجند توب سنتر، كبرها شوية عشان تبان، ونزلها لتحت وشيل، وخلي التايتل يقول ليجند عشان نبقى عارفين ان الكالرز دي بتاعت الليجند بتاعتنا. وخلينا ننزل على التشارت بتاعت الانفكشن ريت، ونروح على الفورمات نشيل من دي الليجند عشان نقدر نكبر الدائرة بتاعتنا شوية. وخلينا نغير بقية التشارتس كلهم لدونات، كفري دونات كريتيكال كيسز برضو، نروح على الانفكشن هنا وندوس فورمات، نغير الفورمات بتاعهم كلهم لنفس الفورمات بتاعنا. ممكن نروح مثلا على فورمات ونروح على الديتيلز، خلينا نشيل، نجرب نشيل الباك جراوند، اوف، ونعمل كده هنا برضو اوف. هنا في دي ريكفري ريت ممكن نقلل الديسيمال، لان هو كده كده ريكفري ريت عالي جدا فمش محتاجين الديسيمال. كريتيكال كيسز خليها اوف، ممكن نغير الالوان لو عايزين عشان تتماشى مع الثيم بتاعنا اكتر، بس ساعتها هنحتاج نعمل الليجند من اول وجديد. وبكده نبقى عملنا التو سناب شوتس اللي احنا كنا عايزين نعملهم، واحد بيورينا الداتا طبقا للكونتري، ونقدر بسهولة نفلتر من اي تشارت منهم. لو دوسنا مثلا على
يو اس هنا هيفلتر الداتا بتاعتها في كل التشارتس. نفس الكلام لو اخترنا مصر مثلا، هنلاقي مصر معدل الوفيات 5%، كنا شفنا قبل كده الانفكشن ريت فيها 0.27%. ممكن نشوف برضو الريكفري ريت، الريكفري ريت فيها 76%، والكريتيكال كيسز برضو 0.03%، نسبة قليلة جدا. بس وكده انا بخلصنا فيديو النهاردة. لو عندكم اي استفسارات خاصة بالفيديو ده او الفيديوهات اللي فاتت سيبوها لي في كومنتس وانا هرد عليها، ولو عندكم اي افكار لاي فيديوهات جاية برضو سيبوها لي في كومنتس وان شاء الله هحاول اعملها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.